يستطيع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يخفضوا مستوياته من خلال تحسين طبيعة وجباتهم الغذائية مثل تقليل الملح والمواد الدهنية، غير أن بعض التغييرات في الوجبات الغذائية يمكن أن تساعد على خفض المستويات المرتفعة من ضغط الدم بل وتعيده إلى طبيعته. ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب بالجلطات والنوبات القلبية وبالتالي إلى الوفاة، ويطلق عليه القاتل الصامت. ومن هنا فمن الضروري بالنسبة للمصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم أن يتخذوا خطوات من شأنها خفض مستويات الضغط لديهم، ومن هذه الخطوات معرفة بعض الأطعمة والمأكولات التي من شأنها إعادة الضغط إلى مستوياته الطبيعية. لنعرف عن هذا الموضوع أكثر خلونا نرجع لاستديو صباح نغير. فرح، بعد ما شفنا هالتقرير يعني مثل ما قلتي كثير من المعتقدات الخاطئه، يمكن كثير من الناس بيقولوا ارتفع ضغطي فورا، هاي الكلمه الشائعه هلا وخاصه بهذا الوقت. لهيك رح نعرف اكثر عن الموضوع، عن الاغذيه اللي لازم مريض ارتفاع الضغط ينتبه لها، وكثير من المعلومات رح نعرفها مع ضيفنا بالاستديو دكتور نصر الزير اخصائي تغذيه. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. بالبدايه خلينا نعرف اول شيء شو هو مرض ارتفاع الضغط ضغط الدم، خلي قبل ما نفوت بالاغذيه المسموحه والممنوعه وشو اللي بيفيد. صحيح. هلا مرض ارتفاع التوتر الشرياني او كما يعرف بارتفاع ضغط الدم مشكله شائعه جدا ومشكله منتشره في جميع انحاء العالم وبشكل كبير. يعرف مريض الضغط على انه هو اللي بيعاني من التوتر الشرياني او اللي بنسميه الضغط الانقباضي، لازم يكون فوق ال 140 ملم زئبقي، والضغط الانبساطي او اللي هو نحن عاده باللغه العاميه بنسميه الضغط المنخفض او الواطي لازم يكون 80 ملم بالزئبقي. وبالتالي هذا تعريف بشكل عام مريض الضغط، لازم يكون على يعني مترافق على مدى طويل بهذا النسبة، فهون يعتبر هو مريض ضغط. هلا شو هو مرض الضغط؟ هو عبارة عن زيادة ضغط الدم داخل شرايين الجسم، وبالتالي نحن دائما بنقول انه القوة المبذولة بتكون من هالدم، هذا بتكون عم تأثر على جدران هالشرايين، وبالتالي بيصير في عنا ما يسمى بارتفاع توتر الشرياني، وهذا الشيء بيخلي عضلة القلب تبذل مجهود أكبر لحتى هي تنظم تدفق الدم إلى باقي الخلايا، بالإضافة لأنه بيعمل مشاكله على جميع أجهزة الجسم. طبعا مرض الضغط هو يعتبر من أهم العوامل اللي بتؤدي إلى الجلطات وأمراض القلب، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى مثل أمراض الكلية إلى آخره. وبالتالي هي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة تعتبر بكثير من الدول اللي هي تعتبر الدول المتقدمة تعتبر عامل أولي بمسبب للوفاة، وبالتالي هي مشكلة خطيرة جدا. من الناحية التغذوية هي موضوع مهم جدا نظرا لأهمية التغذية، سواء كدورة الوقائي من حدوث مرض الضغط أو دورة العلاجي، وبالتالي هي موضوع مهم جدا. فهي لمحة عن تعريف مرض الضغط، و هلأ رح نحكي بأهميته من الناحية التغذوية. أكيد رح نحكي عن أهمية الغذاء، يعني دائما نقول مريض ضغط أول شيء بيخطر على بالنا الملح، إنه من الملح ممنوع، فخلينا نعرف أكثر شو هي الأغذية الممنوعة على مريض الضغط وعلى شو لازم يركز بغذائه. صحيح. هلأ دائما نحن مثل ما ذكرتي بنقول مريض الضغط اذا الملح، صراحه نحن حكينا انه اهميه التغذيه هي بتروح اما لعوامل او هي دور الوقائي او دور العلاجي. صراحه لو مرض الضغط بينقسم اما بيكون بنسميه مرض الضغط الاولي، يعني بيكون مرض الضغط بدون اسباب مرضيه موجوده، بيظهر فجاه بدون اسباب مرضيه موجوده، او بيكون ثانوي نتيجه مشاكل. نحن دائما بنقول انه في عوامل بيئيه هي ممكن انه تسبب مرض الضغط، من خلال التغذيه والاعتناء بنمط الحياه ممكن انه نحن نتجنب هي العوامل. طبعا العوامل اللي ممكن انه تسبب مرض الضغط بدون وجود مشاكل هي عامل مثلا
تقدم بالعمر، هذا مشكلة ما فينا نحن نسيطر عليها. عامل الجنس عند الذكور بيكون أكثر من الإناث، لا عند عمر معين بيصيروا بيتساووا، بالإضافة إلى العرق ممكن أنه يلعب دور، الوراثة ممكن أنه تلعب دور، لكن المشاكل أو الأمور البيئية اللي نحن من خلال نمط حياة ممكن أنه نسيطر عليها، وبالتالي هذا اللي ممكن أنه تلعب في دور التغذية. صراحة الوقاية أو حتى العلاج من مرض الضغط وجدت دراسات الحديثة أنه هو عبارة عن تحسين نمط حياة وليس فقط عامل غذائي، يعني مو بس نحن أنه بنحكي أنه بنبتعد عن الملح وبالتالي نحن بنقي حالنا أو حتى بنعالج حالنا من مرض ضغط ارتفاع ضغط الدم. صراحة في كثير من العوامل ممكن أنه تساهم بارتفاع ضغط الدم، أولا هو ارتفاع الوزن أو البداني، وهو مشكلة كثير خطيرة خاصة إذا كانت البدانة المركزية نحن بنسميها المتلازمة الاستقلابية، اللي أهم من أهم عواملها هي ارتفاع ضغط الدم أو من أهم تعريفاتها. إذا اجتمع أكثر من عامل منه ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الشحوم الثلاثية أو حتى الداء السكري، فالبدانة كثير بتلعب دور ومرتبطة بحدوث ارتفاع الضغط الشرياني. وبالتالي دائما بنقول نحن انه الويت مانجمنت او تنظيم الوزن وما انه ما يكون وزننا زايد، هذا كثير عامل مهم في الوقايه من حدوث امراض الضغط، او حتى عند مريض الضغط اذا كان عنده وزن زايد لازم ينزل من وزنه. ايضا مثل ما ذكرنا الغذاء هو عامل من تحسين نمط حياة بشكل كامل، الرياضة لازم تكون دائما، الشخص بسبب انه بيكون هو كسول نوعا ما او غير نشيط فيزيائيا بحياته هذا كمان سبب من ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة الى عوامل اخرى التدخين الى اخره. هلا نحن اذا بنحكي تغذويا شو هي العوامل اللي ممكن انه تساعد بالوقاية من ضغط الدم؟ اول شيء اكيد بنحكي الملح، الابتعاد عن الملح. دائما في ما يسمى بالداش دايت، تمام، هو نظام غذائي خاص لمرضى الضغط، هدول هنن بيتبعوا، ووجدت الدراسات انه حتى الاشخاص يلي هنن ما عندهم ارتفاع ضغط بس هنن اكثر عرضة من غيرهم لارتفاع الضغط، يفضل انه هنن يستخدموا هذا النمط من هذا النمط الغذائي اللي هو بيسموه الداش دايت او النمط الغذائي اللي قليل الملح. الحقيقة هو وجدت كمان انه مو بس هو بيعتمد على تخفيف الملح، انما بيعتمد كمان على نمط غذائي متوازن غني بالفواكه، غني بالخضروات، غني بالالياف، غني بالبروتين اكثر من الدهون من بنسميهم النشويات المصنعة. هالشغلات هي اللي هي ممكن انه تضر وممكن انه كمان تساهم برفع ضغط الدم. اضف الى انه في موضوع كثير مهم اللي هو التوازن الشوارد بين الصوديوم وبين البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، هذا التوازن ممكن انه هو يكون اختلال هالتوازن هذا عامل من عوامل حدوث ضغط الدم، وبالتالي نحن من اكثارنا بالفواكه بالخضروات خاصه الخضروات الورقيه نحن عم نعطيها المعادن هي المهمه داخل الجسم، من ضمنها تنظيم هالمعادن هي بحيث انه شارات الصوديوم ومعدن الصوديوم ما يكون زايد. تقليل الملح دائما بنقول نحن من خلال الداش دايت او حتى نحن بنمط حياتنا ما يزيد عن 2500 ملي جرام، يعني 2.5 جرام تقريبا ملح خلال يومنا. وهذا برجع بقول نحن ما بس لمريض الضغط وانما للشخص اللي اكثر عرضه للاصابه بمرض الضغط، حتى الاشخاص الطبيعيين ما بيصير انه يزيدوا عن هالنسبه هي. فالعوامل هي التغذوية هي مهمة جدا كعوامل تغذوية. طبعا في أكيد عوامل أخرى من ناحية تحسين نمط الغذاء وتحسين نمط الحياة بشكل عام، هي ممكن أنه نسميها نحن عوامل تغذوية بس هي بتندرج تحت نمط الحياة الشخص. ممكن أنه الشخص يعتمد على شيء اسمه الفود دايري اللي هو يكتب شو أكل خلال اليوم، بحيث أنه هو ممكن أنه يتجنب حدوث أخطاء مثلا معه، أنه مثلا أنا أكلت هالأكلة فقديش ممكن أنه تحتوي من الملح، هي بصير هو بيعرف أنه أنا أكلت هالأكلة ما بصير زود من أكلات تانية وبالتالي بضل محافظ على نمطه الغذائي. بالإضافة لنقطة كتير مهمة نحن بالحياة العملية نحن كتير منتناساها أغلبنا ما بياخدها بعين الاعتبار، اللي هو الحقائق الغذائية الموجودة على كل أكلة. في
كل أكلة بيكون عليها لساقة بيضة من ورا، هي المواصفات نحن بنقولها بس هي حقائق تغذوية. قديش هي الأكلة يمكن قديش قليل العالم تنتبه لها دكتور اليوم أو تقراها، قديش هي الأكلة بتحتوي من السكريات، تحتوي من البروتين، من الدهون، من الصوديوم، من البوتاسيوم إلى آخره. مريض الضغط كثير مهم إنه يقرأ هي اللساقة لهو يعرف قديش بتحتوي من الملح، وبالتالي هو بيكون عامل مثل ما ذكرنا الفود ديري أو المذكرات اللي هو أكل خلال اليوم، بصير كمان بينتبه على العملية. هي الشغلات اللي ممكن انه تفيد مريض الضغط بحيث انه هو سواء يكون علاج، يعني مريض تشخص انه هو معه ارتفاع توتر الشرياني يعني، وبالتالي هالشغلات ممكن انه يتبعها، او الشخص اللي اكثر عرضة لإصابة بمرض ارتفاع التوتر الشرياني يعني، وبالتالي ممكن انه يساوي هالشغلات حتى يحافظ على حاله من حدوث هي المشكلة. نعم. يعني دكتور اليوم فصل الصيف بتتنوع الفواكه وبتتنوع الخضر يمكن اكثر من بقية الفصول، شو بتنصح اليوم مرضى الضغط او يلي حابين يحموا حالهم اكثر من الاصابه بهذا المرض انه يركزوا يمكن على انواع معينه؟ في انواع ممكن تقول لهم انه خففوا منها او ابتعدوا عنها، او لا هي الخضر والفواكه كلياتها يمكن شيء منيح للشخص بغض النظر اذا كان مصاب بهذا المرض او لا؟ صحيح، نحن حكينا النمط الغذائي الخاص بمرضى الضغط اللي هو الداش دايت دائما بيشجع على انه تقريبا 4 لـ5 حصص من الفواكه، وتقريبا 5 لـ6 حصص من الخضروات. طبعا الحصة هي كمية الأكلة لمرة واحدة باليوم، وبالتالي لما نقول 5 حصص إذا مثلا فلنفرض حجم الحصة من التفاحة هي تفاحة متوسطة الحجم، وبالتالي لما نقول 4 أو 5 حصص إذا 5 تفاحات موزعة على اليوم. يعني ما في حطهم كلهم 5 تفاحات وياكلهم نفس الوقت. هلا اكيد الشخص ما راح يقعد يحط 5 تفاحات، واكيد هو بده ينوع من غير فواكه، لانه من فاكهه لفاكهه بتختلف نوع الفيتامينات والمعادن اللي هو عم ياخذها، فينصح انه التنويع. نحن اعطينا ذكرنا مثال بسيط، بس يفضل انه هو ينوع، يعمل السناك اللي بين الوجبات يعمله هو من الفواكه افضل ما يعمله من الاغذيه المصنعه اللي هي بتكون كثير غنيه بالصوديوم، اما بطريقه تصنيعها او طريقه حفظها. وبالتالي الموضوع المهم كمان اللي بدنا نذكره انه مو بس تخفيف الملح، تخفيف اغذيه غنيه بمعدن الصوديوم، وبالتالي ممكن انه ترفع الضغط. بالعوده الى الخضروات والفواكه، دائما نحن بنقول ما في شيء اسمه غذاء ضار وغذاء نافع، في الكميه من كل اكله. بالنسبه لمريض الضغط بنشجع انه هو ياخذ الفواكه والخضروات اكثر من غيرها من انواع الفواكه او من انواع المغذيات، نظرا لاحتوائها على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي حكينا بيعمل توازن، وبالتالي بخفف من مشكلة التوتر الشرياني إذا كانت موجودة أو حتى بيقي منها، بالإضافة للفيتامينات والمعادن الأخرى اللي هي بيكون موجود، بالإضافة إلى الألياف اللي هي أيضا بتحسن من هالموضوع هذا، وممكن أنه أيضا تساهم بالحفاظ على وزن مثالي من خلال أكثر من الألياف على حساب أغذية ضارة. وبالتالي الفواكه والخضروات بشكل عام هي مفيدة مثل ما ذكرنا، بينصحوها بـ5 إلى 6 حصص من الخضروات و4 إلى 5 حصص من الفواكه خلال يومنا، من ضمن نمط حياة صحي، من ضمنه نمط غذائي صحي. نعم، يعني دكتور نصر بهي النصائح يمكن اللي ختمت فيها يمكن عطيت هيك فكرة مجملة عن الأغذية الصحية اللي لازم مريض الضغط أنه يحافظ على نظام غذائي فيها. أكيد دائما بنقول احذروا الأبيضين، يعني هذا شعار لازم يكون موجود عند كل العالم، السكر والملح هن سبب أمراض كثيرة. شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي عطيتنا. شكرا لكم.